ايضا كان هناك شك على اشتراك إريغنا في هذه المباراه بعد مسؤوليته عن هدف الكوري الثاني. متابع هذه الكره الالمانيه داخل منطقه الجزاء بعد الدفاع وبتابعها اليس جرون من جديد لفولر. فولر داخل منطقه الجزاء. فولر يسدد وهدف. الهدف الالماني الاول في هذه المباراه. فولر الالماني هداف المانيا يتعافى من الإصابة ويتعافى من الإحباط ويسجل هدف السبق للمنتخب الألماني بعد 5 دقائق من بداية هذه المباراة. ليس هناك بالطبع أي تسلل. فولر تدخل بحيوية داخل منطقة الجزاء وبخبرته الكبيرة سجل الهدف الألماني الأول. هدف وهذا هدفه 46 عنده 88 مباراة وبيلعب لنادي مارسيليا الفرنسي. إذا هدف لألمانيا لا شيء لبلجيكا.